زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الاربعة متاع العشية بعد ما حكينا في النص الأول على مقابلة ذهب نصف نهائي تشامبيونز ليج الإفريقية البارح بالإسبيرونس الوداد. نحكي مع ضيفنا خالد المولي علي هو شوية زوز تجارب تدريبية. خالد، كيفاش تقيمهم مع سيدي بوزيد ومع القروان؟ نقيمهم بالنسبة لي أنا تجارب سوكيسيور ناجحة، بويسك اللي أنا في الديبيو متاع الكارير متاعي فيو زادا شنو كان متوفر في الزوج جمعيات هذوما. انا خديت اولمبيك سيدي بوزيد في وضعيه صعيبه، خديت شبيبه القيروان كيف كيف، دونك من هنا تفهم اللي التجربه فيها بوكو دريسك، مي افيك سا حبيت نخوض التجارب هذوما، نعتبرهم يعني ستاتيستيكمون ناجحين، فهمت؟ من بعد كي تاخوها جلوبالمون او نيفو دي كلوب هما شراو ممكن ما يراوهاش حاجه باهيه برشا، مي بيرسونيلمون راهم تجارب مفيدين برشا، بويسك الكارير نتاع انترنور ماهيش جمعيه واثنين وماهيش عام واثنين، بقدرة ربي ان شاء الله سنين. ان شاء الله. مع القروين عملت لها ماتشوات، لعبت ثلاثة ماتشوات. هل تشوف ثلاثة ماتشوات معناها ربحت فيهم كابل ظهر اثنين بواحد، ترشحت في الكوب مع واد الليل ونهزمت ضد ليتوال، الإقالة كيف جات؟ معناها فهم أسباب أخرى أكيد خالد، مش أسباب فنية نتصور. أكيد عندي ساعة نحن قلت لك ستاتيستيك ما ديجا نعتبرهم ناجحين التجارب متاعي، خاطر ناخذوا الأخرانية سورتو مع القروان سور تروا ماتش، تربح زوز تخسر ماتش ضد ليتوال ومانيير كانت في سوسه ليتوال في القروان، وكانت المانيير باهيه برشا والناس كل رات الماتش صحيح سور دي فوت انديفيديوال خسرنا الماتش. من بعد شهرين لازم لهنا فما ديتايتريز امبورتون، من بعد شهرين من الشامبيونا كانت واقفه شهرين، رجعنا اول ماتش ليتوال اللي يونيكيب ساعه ما نشوفش نعرف بها، يونيكيب كبيره قويه وكومبيتيتيف بارابور لينا احنا، يا فيكسا يعني الحقيقه ما كناش نستحقوا الخساره على لاسومبل دو ماتش، لكن الحقيقه برشا ظروف انا نحطهم في نكلاسيهم مع الاكسترا سبورتيف، جو صعيب ياسر في في في, في القروان برشا. معك انت سبيسيالمون ولا الجو اون جينيرال؟ معنا لا هو الجو اون جينيرال وميم تو يتعدى، راهو كبدا الجو اون جينيرال خايب، يتعدى المدرب يتعدى الملاعبيه يتعدى بالناس الكل. فما اللي لاحظته انت برشا بجيت في الفيسبوك مع جمعيات كل القروان تبعت شويه، ممكن السبين بدا حتى من قبل تعيينك، معناها نعرفش نتصور مدرب شيء صحيح، لكن اي واحد لازم تجي الفرصه معناها باش يبدا الكريم تاعو، معين شعبيني حتى حد ما كان يتصور باش يمشي في يهز كوب دافريك، معناها كوميم لاعب دولي سابق عندك اكسبيرونس الكافي باش تقول الشباب، بس سورتو والنتائج كانت كما كنت نحكي معناها مش خايبه، معناها باهيه مش خايبه، معناها هكا انت تقول ديجا قلت السبان بدا قبل ما تبدا لهنا تبدا تفهم اللي فما اللي ديجا سوء النيه موجوده من اطراف اللي قلت لك علاش، اللي هو الجو العام فيه برشا تجاذبات وفيه برشا عرك وفيه برشا مشاكل، دونك اي طرف باش تحسب على طرف باش يجي في ثنيه بشكل عصا، دونك ديجا قلت وانا كنت نعرف هذا يا فيكسا، حبيت نخوض التجربه هذه فيها ريسك، لكن كما قلت لك على المستوى النتائج كانت النتائج مرضيه، ليبروف اللي بعدين الفريق شنو تبدل حتى شيء رغم اللي لعبوا برشا ماتشات من بعدين. ديجا في الكوب احنا تعدينا لانسيزيام في الويتيام طاح ضد فريق حتى في القسم الثالث، دونك شنو اللي تبدل برسك براتيكمون حتى شيء، دونك من هنا تفهم اللي جوست انا نعتبر روحي تعرضت المظلمة كان اونتر بارونتيز نجم نحطوها، خاطر على المستوى الفني ولا التكتيك اللي هو الفريق كان ما شاد ثنية باهية. بعد هذوما انتي وين الظروف اللي بشتيح فيهم تحت، جيت في ظروف خايبين برشا، كنت نتصور اللي المسؤولين الموجودين مش يكون عندهم القيمة الكبيرة انهم يحميوا المدرب ويقفوا معاه، مالوريزمون هذا الكل ما صارش. على كل دي ما اقول لك اللي نعتبرها تجربة بالنسبة لي انا مفيدة وناجحة،
مش انا اللي نقول ناجحه الاستاتستيك يقولوا ناجحه بريتو. انا ما خديتش فريق يلعب على شامبيونان، فريق يلعب على تفادي النزول، وفي سور 3 ماتش ديجا ربحنا زوز، صرنا ماتش ضد فريق كبير. دونك من هنا تفهم يعني ما غير مسحق برشا كلام، تفهم اللي فما برشا فما حاجات اخرين، فما حاجات اخرين وايه مالوريزمون. باش ناخذ تسلسل زمن الاحداث للخلف، معناها قبلها مدرب توا حكيت حكينا كمدرب في سيدي بوزيدو في قروان، باش نوصلوا بعد شويه نحكيو كلاك نرجعوا شويه اللي كنت لاعب، تحكيو توا على تجربة مدرب رياضي في الاسبيرونس، كيفاش تقيمها الفتره هذيك؟ بون شوف فاش نقيمها وتفاصيل، انا ما افون تو باش نحكيو، باش نحكيو على مدير رياضي، راه نحكيو على مدير رياضي اللي يبدا الخدمه نتاعو من قبل ما تبدا سيزون، خاطر المدير الرياضي هو اللي حضر السيزون، كان حاضر يقول حضر سيزون توسكي ريكروتمون توسكي لوجيستيك بالنسبه للفريق الاول. انا دخلت هذا الكل ما صارش، انا دخلت في وسط السيزون وقت اللي الفريق ما كانش الحقيقه في الفتره هذيك نتاع 2015 ترجي ما كانش في احسن الحالات نتاعو، من بعد نقول السنين الباهين برشا اللي تعداو من 2009 حتى 2014 اللي الفريق عمل فيهم ثلاثه نهائيات نتاع ربي الابطال، فاز بوحده ثلاثة ولا أربعة بطولات، الفريق كان يعني أنكور بأسندانت. 2015 سنرمال مع خروج برشا ملاعبية، دونك الفريق ولا في طور التكوين فريق آخر. جيت في وسط في وسط هذا الكل، ما بديتش يعني ما خديتش الأمور من الأول، دونك حقيقة ما كانتش الأمور، كانت كانت فما برشا ضبابية سورتو اللي تحبوا لا تكره وقتها كان موجود زيت المساني. دونك الحقيقة ما نجمش نقول اللي أنا بشرت كم يلفو البوست متاعي، هو ديجا ما كانش من الاهتمامات متاعي أصلا. أنا بالنسبة لي أنا رافي روحي على الميدان، ممكن هذا الباسيونس نتاعي. دونك لكن في نفس الوقت كل تجربه تعملها سورتو في دومين الكره، وفي الوقت نحبوا نكره، نحبوا نكره 34 نجمش من لاعب تتعدى ديريكت البوست مهمه كيكا، سوكي سور لازمك وقت باش تتعلم، وسوكي سور باش تترى حاجات اللي تتعلم منهم. ميم طون لازمني كما قلت ما بشرتش كما يلزم، لكن الفتره اللي عديتها تعلمت منه برشا حاجات. نزيد نرجع شويه للتالي نسمعوا الديكلاراسيون. هي كنا نجموا نربحوا من الاولى، ما ضيعنا برشا في وسط الطيران ولعبنا بالكدا وربحنا. شو تقول وانت مازلت صغير تفوز بالثنائي كاس وبطوله؟ فرحان برشا ودافع علي انا باش نوصل لقدام. شو لاهين بكم بالكدا في النادي الافريقي؟ بالكدا ما رجعناش برشا. شتو رجعت برشا؟ مبلبش على الانترنت لقيت الديكلاراسيون برشا. قداش هذي عام؟ قداش هذي عام؟ 96 دونك كادي حاجه هكا في الكلوب 23 عام التالي. هذي اي هذي لا مينيم 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 هذي فينال كوب كونتر الشبيبه، والحاج هو اللي عمل لي انترفيو سي منصف بن سعيد اللي نحييه يا حسره. هذه تتفكر عندك منه ولا اي؟ اكيد اكيد نستحب فيها شكر الزعيم. شفت فيها اللي كان فيها الجينيراسيون بتاعي، شكري عماد اشرف خلفاوي كريم رحيمي، كان عندنا اون تري بون ايكيب. ودايور هذوما فما يعني برشا ملاعبيه وصلنا لعبنا سينيور، مي بعد مش حلو باب اخر توا بعد مالوريزمون النادي الافريقي كان نجم استغل الجينيراسيون هذيك خير برشا من اللي صار. خالد علاش رغم انك قلت للكلوب محسوب نقولوا على اسبيرونس توا؟ والله محسوب مش شو نقول لك، خاطر ممكن تعرف الريفاليتي الموجوده ما بين الكلوب والاسبيرونس هذه حد ما نجم ينحيها. وبالنسبة للجمهور الكلوب تلعب في الترجي مش يقول لك شنو نجم يخم وشنو كيفاش ياخذوها الامور، العكس جمهور الاسبيرانس. انا ملي الحقيقة ملي نلعب في الكلوب ديما نحسهم يقدرون ويحترموني، هذه حاجة مهمة ياسر بالنسبة لي، نحس الناس تحترمك وتقدرك، فهمت؟ وربي كتب باش نلعب في الترجي، ولو انه هو البروبوزيسيون باش نلعب في الترجي ملي انا
نقول لك ملي انا صغير ديما كانت فما لي كونتاكت، ما تعرف كتبدا ولد الكلوب صعيب ياسر باش تمشي لسبيرانس. 2005 نذكر وقت انا كنت اون فان دو كونترا، كيف كان فما اتصال جدي وكنت قريب ياسر لسبيرانس، لكن وقتها قلت بون خديتها من الكوتي اللي صعيب ياسر في الوقت هذاك انك ديريكتومون من الكلوب تمشي لسبيرانس وانا ولد الكلوب، فما حساسيات كبيره وسورتو كان نحب نمشي نلعب ناخذ تجربه. حبيت تمشي لسبيرانس ولا انت من صغير كلوبيست ولا مكاش شخصيه؟ لا من زمان صغير كلوبيست. كلوبيست ملينا مليان صغير. لا شوف الامور تتبدل، فهمت الحقيقه انا توا تولي كي تكبر تولي تخمم اوترمون. ديما نقعد ولد الكلوب هذه حاجه ماهيش باش تنحى، لكن اللي عشته واللي ريته في الاسبيرانس ما خليني كان نجم نقول نحب الاسبيرانس. بوركوا با، خاطر الاحترام والقدر اللي لقيته حاجات اللي ما يتشراوش واللي ما يتعوضوش. لوزمون نقولها مالوزمون ما لقيتهمش في جمعيتي لهم، دونك المعادله صعبه من الجمعيه ولا من الاشخاص اللي ديما تحدث عليهم. نحكيو ديما على عماد ترابلسي معناها. لا مش من الاشخاص، هو عماد ترابلسي شخص من الاشخاص. نجم نقول هو كرهك في الكلوب ولا لا؟ ما هو لا هو شوف المشاكل اكبر من عماد ترابلسي. فما حاجات اخرين معناها؟ اي شوف هون قلت لك عندي باش تحل باب كبير ياسر. ماش نجم نقول احنا ولاد الجمعيه ما كناش مقدرين ولا شخص. خليني نحكي على روحي. ما كانش فما قدر كبير، ما كانش فما احترام كبير، رغم اللي احنا ولاد الجمعيه. مي مالوريزمون ديما شوف باب، قلت لك راهو باب كبير وهذا شابيتر لازم يتحل. دونك اللي اش نجم نقول لك، اللي ما لقيتوش في جمعيتي واللي جمعيه كبيره ونحترمها لقيته في الترجي ونحترمه برشا على الاحترام والقدر اللي لقيته. نبيل معلول ولد الترجي مشى للكلوب وعاود رجع ودرب الترجي. نشوفوا نجم نشوفوا خالد المولي ولد الكلوب مشى للترجي وعاود يرجع درب نهار الكلوب ولا صعيب شوي؟ علاش صعيب شوي؟ تحب ترجع تبني الكلوب مثلا؟ اي علاش ليه؟ انا توا مدرب كما قلت لك، راه واحد نجمش نحي خشم من وجهه. هذيك الكلوب جمعيتي ما فيهاش كلام، فهمت وتربيت فيها. تقعد الاشخاص كل واحد كيفاش يرى الامور. وانا تعديت بتجارب اخرين اللي كانوا راهم رياضيا كانوا احسن، انسانيا زاد كانوا احسن. دونك لكن في انا توا مدرب اني عندي حتى شيء وما عندي حتى يعني ضغينه ضد الفريق، بل بالعكس توقع ديما جمعيتي هذا ما فيهش كلام. وبوركوا با نهار في يوم من الايام ما تعرفش على المكتوم، ما تعرفش على الدنيا. كيما وانا صغير عمري ما كنت تصور روحي نلعب في الترجي ولعبت في الترجي وما لقيت كان كيما قلت لك الحاجات الباهيه. كيما اون سي جامي نهار اخر نرجع ندرب النادي الافريقي ولا الترجي والا الفرق الكل الكبيره. بوركوا با بالتوفيق ليك خالد المولي مسيرتك التدريبيه. نحكيو شويه خالد على الكان، المنتخب التونسي شنو هي حظوظنا في الكان؟ والله بارابور للموجود للكاليتي موجوده نتاع اللاعبين نتاع الموجودين توا في المنتخب، نورمالمون يكون السقف الطموحات نتاعنا كبير. اقل شيء نتعداو لانكار دو فينال، بعد كي توصل دومي فينال تلقى روحك في احسن يعني ما بين الاربعه في الكاريداس. دونك حاجه باهيه برشا، وبوركوا با تمشي للفينال، بوركوا با نهزو كوب دافريك. ديما نقول لك بارابور الكاليتي الموجوده والمستوى اللي وصلنا له، خاطر حبوا لنا نكرو وصلنا للكاس العالم العامله ضد منتخبات قويه برشا. دونك مسينا لو تريو نيفو. دونك ان شاء الله انا شخصيا نستنى في الاضافه نتاع المدرب، خاطر اللاعبين بريستو عندهم مده 3 أو 4 سنين عندنا ايكيب، عندنا لو ستاتور موجود على الاقل. دونك لهنا نستناو في البلوس نتاع المدرب. شفت القائمه نتاع اللاعبين اللي عبارة عيط لهم المدرب؟ يا ريت ذكرش كيما يلزم. اهم ما سجلنا ممكن اللاعبين الكل موجودين اللي سجلناه، اهم استنتاجات دعوه الغندري اول مره يمكن، غياب النجاز والحرباوي كالعاده. الحرباوي كالعاده وغياب النجاز. رغم اللي هداف بطوله بلجيكا الموسم الثاني على التوالي. اليوم الحربية واضحة سي ماهوش بور دي ريزون سبورتيف. الحمد لله نكرو اليوم فما انكا سبيسيال نتصور مع حاطة من لعبية معاش يقبلوه في المنتخب.
هذا اللي تصرح به في بعض الأحيان اللي الحربي بتاتر يشكل ممكن هكا شوية قلق للملاعبية، لكن أنا على الأقل مع المدرب هذا كان نجمي كان نجم يكون موجود وبوركو با تتصلح الأمور. بريف ذوما حمام فما لكويزين انترن راهو نحبوا نكروا فيها دي ديتاي اللي دي ديتاي اللي نجم يكون عندهم يعني بوا كبير ياسر. نجاز نجاز عنده كونكورنس، نحبوا نكروا عنده كونكورنس كبير ياسر. اليوم كشريد راه ملاعبي اللي عنده مستوى نجم يكون موجود في المنتخب واثبتوا هذا في المقابلات الوديه اللي لعبهم. لي سوليسيون موجودين من ناحيه ذيك، ولو حمدي عام كبير مع الزمالك معناها تو يلعب على الشامبيونات في مصر فينال كاس الكاف يلعب اليوم ضد بركان. لا هو حد ما شك في القيمه الفنيه نتاعو نجاز، لكن اليوم الحقيقه لو تحط تعطيني مثلا نجاز وكشريدة نقول لك كشريدة بويسك اللي يعمل في سيزون كبيره ياسر ونشوفوا فيه يعني عنده مستقبل كبير ياسر. من ناحيه اخرى كيما قلت لك المدرب ديما يتعامل مع اش فما بوليفالونس سورتو ممكن يرى لنجاز في الظرف هذا ما ينجمش يعاون برشا المنتخب. تنجم تعطينا تشكيله للمنتخب تشوفها في الكان في الكاس شكون ناخذهم فان باو فما كما قلت لك لوساتور موجود نتصور فاروق باش يكون حارس مرمى سوكي سور على اليمين قلت لك شريد نتصور بنسبه كبيره في المحور باش يكون ديلان مرياح على اليسار معلول نورمالمون قبل الحدادي بون حدادي في دون ان اوتر كونتكست نجم يكون الحدادي بوركو با في الوسط. في الوسط تعرف المنتخب عنده برشا ملعبش راه نجم برشا حاجات تتبدل موجود الصخيري موجود فرجاني ساسي موجود غين الشعلالي هذم هما بويسك بالغياب نتاع بن عمر زاد ممكن يخلي السيكال نتاعو تصور هذو مصخيري موجود سوكياسو ما بين غيلان بنسبه كبيره هذم هما فرجاني ان شاء الله يكون لباس وزاد كيف كيف ينجم يكون موجود قدام سليتي خزري يوسف ان برانسيب يكونوا موجودين دونك شوف يعني قلت لك راه عندنا تري بون ايكيب ولازم لهنا كيما قلت لك راه نستناو في التوش نتاع المدرب خاطر على مستوى الاختيارات عنده مارج دو شوا كبير ياسر دونك نستناو باش هو يعطينا يوظف كما يلزم المجموعه الموجوده. ما عادش عندي برشا وقت خالد تقريبا دقيقتين ونص مازال وعندي روبريك لوكويز لوكويز جاوبني بسرعه خالد من غير برشا تفكير شكون احسن لاعب تونسي توا يعني موجود يلعب يونشو توا ينجم يكون خارج البطوله ولا ما يسالش ايه الخزري احسن لاعب في تاريخ تونس تاريخ الكره التونسيه لهنا صعيب شو يعني شنو نظلم فما شكون باش نظلم نجم نقول لك زوز ثلاثه ملاعبين نجم نقول لك يوسف المساكني جمال الامام طارق دياب يوسف المساكني ما حطيتوش في احسن لاعب توا قلت لي وهبي الخازن لا توا نحكي ولا توا في الفور ما بيه لاعب تونسي في البطوله تشوفه قادر ينجح في الاحتراف تونسي كشريدة عنده ان بوتنسيال اللي نجم ينجح به في اوروبا اقرب لاعب ليك توا حاليا حتى تبدلت الدنيا وتبدلت الكورة وتبدلت كل شيء تبدل بعد تبدل الكورة تكشف برشا حاجات راه يبعدوا ينقصوا اصحاب كل شيء الدنيا تتبدل مش احسن مدرب تونسي احسن مدرب تونسي نجم نقول لك نبيل معلول احسن مدرب ترينيت عنده على سنين اللي لعبتهم الكل روني اكسبراي
مدرب عنده فضل على خالد المولي. مرض محجوب. علاش؟ فما دي ماما اللي لقيت فيهم سي مراد بالمناسبة الحيين نقولوا شهر رمضانك مبروك. فما عباد ما تنساهمش، فما عباد اللي يكونوا ديكليك في حياتك في كاريرك. سي مراد جوست في يعني فيت في اول واحد عيط لي ليكيب ناسيونال دي جون، انا كادي وديجا عيط لي جونيور كي خذا النادي الافريقي. كنت في فتره صعيبه ياسر، كنت باش نخرج من الكلوب، هو اللي ثبتني من وقت عملت انطلاق. ماتش ما تنساش باهي ولا خايب ساعة. ما في وقعت في مخك باهي ولا خايب تنساها الجمله. الاهلي بتاع 2012 هو ماتش خايب ونحب ننساه، ما نقدرش ننساه. الباهي فان برشا ماتشات، برشا ماتشات باهين. الوداد 2011 هدف ما تنساهش. ماركيت بينالتي كاليفيكاسيون بتاع جوز اولمبيك 2004. اجمل بونتو سجلته. اجمل بونتو مع النادي الافريقي ضد النادي الصفاقسي، هذا في 2003. تير دو 25-30 متر. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته. بونتو افول 2011. به احسن لاعب في العالم. في العالم طول طول ميسي. احسن مدرب في العالم. احسن مدرب في العالم هو اللي عمل اللي خلى بصمه غوارديولا. برشا مدربين باهين، مورينو مدرب كبير ياسر، زيدان، اما اللي عمل حاجه بدل حاجه في الكوره غوارديولا. واضح. شكرا لك خالد المولي، خليك كنت تحب تضيف حاجه في الاخر. مرسي على الاستضافه وبون شانس للترجي الاسبوع القادم ان شاء الله بالتوفيق. شكرا ممثل تونس، احنا نتقابلوا السبت الجاي في نفس توقيت من زون ميكس 3 على 14 على اكسبريس اف ام.